قال لك مول الهندية، قال له أنا ما تعاوش الدور، أنا عارف أول كان بابا تسعود تيدي زرا ديك الساعة اللي ثلاثة كاع بغا يدوز يلا تسناه أنا على نيتي قلت لا الله يجعلنا اللي لا نزل مشيت لا غد ليه دايز في نفس الوقيتة شكري. مرحبا. هاد البلاصه هادي شنو سميتها؟ هاد البلاصه حنا في الحي سميتو لاكار، يعني لاكار حقيقي كان هنا لاكار ديال القطار في عهد الحمايه الفرنسيه، يعني هادي 60 سنه كان القطار كيمر من هاد الجهه هادي، هذا المحطه النهائيه ديالو اللي كتوصلو لفاس. كاين واحد البنايه قديمه ياك، ما هذيك هي المحطه؟ المهم هاد الحي سميتو لاكار كان ينتان لاكار اللي كان حقيقة كيوصل لها. ما بعيدش على رباط الخير. لا حنا هذا حنا في رباط الخير اصلا. اي ولكن هذا حي جديد وهذاك الحي القديم. هنا لاكار كان بعيد على الحي القديم.